انا بالظبط كان نفسي حد يقول الكلام ده ليا بصوت عالي. Artists are people driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide. دي بالنسبة لي تعريف أي فنان أو أي حد creative أو عنده أي creativity. وأنا صغيرة كنت كلامي قليل قوي، كنتش بعرف أعبر عن نفسي خالص بالكلام، بس كان جوايا مشاعر وأحاسيس كتير قوي من كتر ما أخاف، لأن أنا كنت طفلة فما كنتش بقدر أفهم يعني إيه عندي كل المشاعر والأحاسيس دي خالص، ولا حتى مامتي لفظيا ما كانش عندي القدرة دي. عشان كده كنت برسم، بس كنت برسم كتير قوي. ولما كبرت شوية وبقيت بقرا حبيت قوي الشعر، شفت في الشعر لغة جميلة قوي كلها مشاعر، بس مشاعر مستخبية مش بتبان خالص، مش واضحة على الأقل، فشفت نفسي فيها قوي. ومن هنا بدأت أكتب وأنا عندي 11 سنة. بعد ما خلصت هاي سكول دخلت الجامعة الألمانية فنون تطبيقية. طبعا كنت مبسوطة قوي لأن أنا أخيرا هدرس بقى اللغة البصرية صح، ودي أول سنتين منها كانت بالنسبة لي تعتبر الهانيمون فيز، لأن أنا درست فيها كل حاجة جديدة: جرافيك ديزاين، مالتي ميديا ديزاين، برودكت ديزاين، وكان كل ده ماشي حلوة قوي لحد لما ابتديت أوصل عند نص السنة التانية. لقيت كل أصحابي عارفين هم عايزين يتخصصوا في إيه، ما بقاش غيري أنا اللي مش بعرف أشارك حد، مش بعرف أقول لهم آه أنا كمان عايزة أدخل ده، لا خالص مش لأي نفسي. فابتدت معايا رحلة التوهان وفعلا تهت قوي، وابتديت أدور جوه نفسي. طيب أنا دلوقتي ما فيش ولا حاجة من التخصصات دي عاجباني، فأنا لازم ألاقي حل، مش لازم أحدد نفسي في إطار الحاجات اللي في الجامعة، أنا هدور ايه اللي انا بحبه وهجوه وهدرسه. وفعلا قررت ان انا عايزه ادرس فاشن ديزاين. كنت زي اي بنت بقى اوبسس باللبس بقى والشنط وكده، وكنت حاسه ان هي دي اللي هتملاني، كنت حاسه ان الحته الفاضيه اللي جوايا ان انا مش لاقيه نفسي هتتملي بيها. وفعلا سافرت ودرست فاشن ديزاين وكنت شاطره جدا، ومش بس كنت شاطره كنت كمان مجتهده، بس للاسف في خلال سنه اكتشفت ان انا لسه فاضيه تماما. فقررت ان انا هرجع تاني وهقدم تاني بجامعتي وهختار حاجة وهتخصص فيها واتخرج بقى خلاص عشان كفاية تضيع وقت. وفعلا رجعت، بس انا فضلت اضيع في وقتي اكتر شوية. انا قعدت سنتين بحاول اقرر انا عايزة ادرس ايه او اتخرج بايه. طبعا هو خلال السنتين دول انا ما كانش فيه اي نوع من السبورت، كل اللي كان يعرفني كان بيقول لي بجد يا دعاء اتخصصي في اي حاجه واخلصي وخلاص، واللي ما يعرفنيش هو انت بجد لسه الجامعه كل ده؟ بس انا كانت بالنسبه لي مش فاهمه يعني ايه اتخصص في اي حاجه وخلاص، يعني انا مش شايفه نفسي، فازاي هكمل دراسه في حاجه انا مش ساتسفايد بيها. فرجعت لكل مشاريعي من اول سنه جامعه وقعدت ابص انا ايه بجد اللي كنت ببقى حاسه اني على الاقل مديانه شويه وانا بعمله، ولقيت ان كلها كانت topics بتخاطب حاجتين: الايموشنز المشاعر والاحاسيس، وازاي ان احنا نبقى مجتمع رحيم ببعض، ازاي نحس ببعض، ازاي نتعاطف مع بعض ما نحكمش على بعض، وازاي اغير مفاهيم موجوده في مجتمعنا ممكن ما تبقاش موجوده في اي مجتمعات تانية، زي ان الحشيش ده نوع من المخدرات اللي very addictive وبيتقال عليه ان هو مش addictive، زي الابيوس الاعتداء سواء كان جسدي او جنسي، وده بيعمل ايه في البني ادم وبيعمل ايه في البنت وازاي بتعيش في حياتها كلها مكسوفه او مقهوره، والسوسايتال انكلوجن او اللي هو ازاي نبقى في مجتمع ما بنبصش لحد او ما بنحسسش حد ان هو زومد اوت في مكان تاني، ازاي نضم بعض برغم اختلافاتنا. وده كان اول مشروع عملته في الجامعه. المشروع ده اسمه انديدا. انديدا دي short ل I'm not disabled, I'm differently abled. وده اللي خلاني اتخصص في جرافيك ديزاين، لان انا قررت ان انا عايزه ابني على المشروع ده وعايزه مشروع تخرجي كله يكون على I'm not disabled, I'm differently abled. وفعلا عملت كده. مشروعي كان اسمه انسان، وكان بيخاطب ان الناس تبتدي تبص على الناس اللي عندهم اختلافات في القدرات
انه هم عندهم قدرات تانية شاطرين جدا فيها، بس احنا بنبص على الجزء الفاضي. ودي كانت الرساله اللي انا كنت عايزه اوصلها، ان ازاي نبص على الحته الكويسه اللي البني ادم بيعمل فيها كويس، مش على الحته الفاضيه. ما حدش بيفتكر السيلبرتيز دول كلهم بان حد فيهم كان عنده اختلافات في القدرات. ما حدش بيقول كده على بيتهوفن مثلا، كلنا فاكرين ان هو ايكون، هو واحد كان ايكون برغم اي اختلافات في القدرات. واخيرا اتخرجت بعد 7 سنين جامعه، وكنت حامل في بنتي مليكة، وكنت بشتغل سنة من قبل ما اتخرج، والحمد لله كنت ناجحة جدا في شغلي كجرافيك ديزاينر، كنت بعمل معارض بتدفع برا مصر في كذا حتة، بس للأسف أنا كنت لسه فاضية. إحساسي ده كان مضايقني قوي، لأن أنا حقيقي ما كانش عندي وقت أفكر فيه، فكنت بضايق قوي إن هو أنا ليه لسه فاضية؟ ما كنتش ببقى عارفة. فكلمت الدكتورة بتاعتي اللي كانت معايا في مشروع الجامعة وسألتها سؤال واحد بس، هو أنا كمصممة جرافيك شاطرة؟ ردها كان بسيط قوي، يا ضايع، أنت كمصممة جرافيك شاطرة، لكن أنت عمرك ما كنتي بتشتغلي في الجامعة بباشن أو بشغف غير في حاجة بتحرك مشاعر الآخرين. كنت بتحبي دايما الحاجات اللي ليها علاقة بالسوسايتي، إزاي تغيري مفاهيمهم، إزاي تبقي مؤثرة في الآخرين. فأنت شغلك ده بخليكي محدودة، فلو قررتي ان انت تفضلي في الشغل ده بس، هتفضلي طول عمرك عندك الحتة الفاضية دي. المكالمة دي ما كانتش هي دي اللي نورت لي طريقي واكتشفت انا عايزة اعمل ايه خالص. انا ساعتها بنتي كانت ابتدت تبقى سنتين، وكان كلامها زي قليل قوي، بس انا كنت بسيب لها تولز كتير قوي بقى تشخبط بيها وترسم بيها، عشان انا عارفة يعني ايه كنت طفل مش بيتكلم كتير. وفي يوم هي بهرتني بان هي رسمت وش معبر جدا، عينين كبيرة، مناخير كبيرة، بق غضبان. كان الوش ده بالنسبة لي حاجة غريبة قوي، بس فهمت ان هي بتعبر عن نفسها من خلال الرسم. فقعدت ارسم لها وشوش بتضحك، وهي فضلت تقلدها زي بالظبط. وكان الموضوع ظريف قوي في الاول، لحد ما بقت اوضتها كلها وشوش على الحيطان وفي كل حتة، فالموضوع ما بقاش ظريف خلاص، وكنا لازم ندهن بقى الاوضة. وخدت فعلا دهان الاوضه ده كنشاط انا عايزه اعمله معاها، ونزلت جبت دهانات، قلت هعلمها بقى ازاي تدهن وتتعامل بالالوان بدل ما هي بترسم بس، وابتدى كنشاط مع بنتي. لكن خلاله انا اتعلمت حاجات كثيره. انا قعدت 36 يوم بدهن في اوضه بنتي، نفسي ان انا ما اخلصهاش. قعدت ارسم على كل حاجه، شويه على الحيطه، شويه على السرير، على اي حاجه وخلاص، كنتش عايزه الوقت ده يخلص. بس بعد ما خلصت لقيت نفسي وحشني قوي الرسم، ولقيت قد ايه دي حاجه وانا بعملها بجد انا ببقى مليانه. فقررت ان انا هخصص مكان صغير عندي في البيت، وهخلي ده الاستوديو بتاعي وهقعد ارسم فيه. طبعا عملت حته بنتي فيه، وفعلا بقيت كل فتره بقعد ارسم فيه شويه. في الاول كانت كل فتره، وفي خلال شهرين لقيت نفسي عندي اكتر من 20 لوحه متر في 70. و كان الناس ساعتها ما بيقولي بيقولي ضايع، هو انت بجد ليه مش بتبيعي حاجتك؟ انا ما كنتش برد، بس انا كان جوايا خوف، ما كنتش حاسه ان حاجتي دي هي اللي دارجه في السوق، مش هي دي اللي بتتباع، فبالتالي ما كنتش بحاول ان انا حتى ابيعها. بس بعد كده لقيت اعلان على ورشه عمل عن علاج النفسي بالفن، ارت ثيرابي. دي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه انترستنج مرت عليا في حياتي، ودي اللي بعتبرها هي اللي غيرت حياتي. في الورشة دي احنا اتعلمنا حاجات كتير، بس كانت اكتر حاجة مهمة بالنسبة لي ان قد ايه الفن ده لغة العقل الباطني. قد ايه البني ادم اللي ممكن يبقى عنده شيزوفرينيا بيعيش حياته كلها تعبان، بس مع الارت ثيرابي بيقدر على الاقل يفرق بين ايه اللي هو حقيقي بيسمعه وايه اللي هو بيتخيل ان هو يسمعه. ودي كانت بالنسبة لي حاجة حلوة قوي ان انا اكتشفتها، ان فعلا انا لوحي ممكن تبقى عميقه قوي ومش هي اللي دارجه في السوق، بس هي ليها معاني كتير قوي قوي. فقعدت ابص اللوحه لوحه وافتكر ايه القصه اللي كانت وراها. وطبعا عشان انا كنت بكتب كتير، فرجعت الكتابات دي وقعدت ابص عليهم وقارنهم باللوح، ولقيتهم فعلا انا نفس اللي انا بكتبه هو اللي انا برسمه، وهي حاجات ملهاش علاقه بيا خالص. لكن انا من وانا صغيره وانا بحب قوي ابص على الناس
من نظرة مختلفة، ما بشوفش مظهرهم من بره، بحب اقعد اتخيل بيني وبين نفسي كده ايه اللي ورا الغلاف اللي هم حاطينه ده، يا ترى دي ايه حكايتها او ده ايه حكايته. وده فعلا اللي انا كنت بطلعه في كتاباتي واللي كنت بطلعه في رسمي. احيانا كنت ببقى صح واحيانا ما اعرفش. انا دايما كنت بقول ان انا بحلم بعالم يبقى فيه نظارة، النظارة دي لما حد يلبسها يقدر يشوف من خلال الاخرين، يقدر يشوف ايه الطبقات اللي كونت كل حاجة وصلتهم يبقى البني ادم ده النهاردة. ساعتها بس الناس هتقدر تشوف بعض كويس، هيبقى فيه رحمة، هيبقى فيه تعاطف، هيلتمسوا بعض الاعذار، هيبقى فيه نوع تاني خالص من الحب، مش هيبقى فيه القاء بالاحكام على اي حد، ولا ان احنا نبص لحد بنظرة معينة عشان احنا حاسين ان احنا احسن منه، لا، هيبقى فيه حاجة تانية خالص. فانا هدفي من البراند يوم ما نزلتها ان انا اصحي المشاعر الانسانية جوا البني ادمين، اصحي الرحمة، اخلي دي هي تبقى المين فوكس. دلوقتي انا هحكي لكم حكاية للوحة من لوحي، هي اسمها All Guards Down. With a heart fueled up with love, compassion, a soul with infinite thoughts, a scarred side of a person, a ghost merely existing, living only inside of a reflection, dense theories, false affection, beneath layers of resistance, in tons of projections, aiming for fullness in a hollow world, robotic actions, pretentious love, with a heart filled up with love, emptiness and scars, deluding stories to ease complexions, apparently she ain't delusional enough, with a heart filled up with love, rebellious towards rejection, inhabiting the few dreams of satisfying misperceptions, aching for a moment where she gets too close and falls into the perfect fit of those warm arms. With a heart fueled up with love, rebellious towards rejection, inhabiting the few dreams of satisfying misperception, living with emotional pretense, dying to believe, to fill into the holes of emptiness, satisfied by being surreal, longing for a few breathtaking moments, aching for them to take over, because then what she feels is being alive when she has been long gone. Saddening it is. What is sadder is the passiveness. The satisfaction behind the definite maybe contradicts with her river of rejections. But those few moments of hope turn her scars into art. She finds herself breathing. She hears her own heart. Flushing skin, overwhelming heat, tries keeping it under control, but her heart keeps skipping beats, pounding for a moment where she gets too close and falls into the perfect fit of those warm arms, communing all her thoughts with no barriers at all, revealing who she really is and letting all guards down. مين فينا ما بيخافش يكون نفسه؟ مين فينا ما بيخافش يبقى على طبيعته عشان محدش يحكم عليه؟ ولا حد. انا كل اللي انا نفسي اقوله لكم حاجتين: بي فيرلس حياتكم في العموم، وبي فيرلس ان انتوا تكونوا نفسكم. And please lose yourself، لان لو انتوا ما تهتوش في حياتكم عمركم ما هتقدروا تعرفوا انتوا اكشلي عايزين ايه او عايزين تحققوا ايه. في ناس كتير قوي بتخاف ان هي تتوه وبترضى ان هي تعيش نص حياه. انا ما كنتش واحده منهم، واتمنى ان كلامي ده ما يخليش حد فيكم يقبل ان هو يعيش بنص حياه. Where every stroke narrates a different story، ده التاج لاين بتاعي. انا عملته كنايه، المقصود بيه ان كل بني ادم مننا ليه حكايه، وان الحكايه دي محتاجه انها تتقري قبل ما نحكم على بعض. فقولوا لي بقى، do you speak art؟